اهلا بحضراتكم في هذا البث المباشر من قناة الاموال، هكون فيه معاكم رشا نصر. قرار الرئيس السيسي بدعم وزارة التربية والتعليم ومنظومة التعليم في مصر ب30,000 معلم خلال الفترة اللي جاية وعلى مدار 5 سنين دفع مواقع كتيرة لنشر اخبار عن شروط التقديم وكمان اماكن التقديم للمعلمين، وللأسف كان معظم الأخبار والتفاصيل كانت غير صحيحة وكلها ما بين تكهنات أو مواقع عايزة تزود من دخل المستخدمين أو من دخول المستخدمين ليها، وللأسف إنها بتستغل اهتمام المعلمين والشباب اللي منتظر بدء التقديم. وأخيرا مجلس الوزراء رد على هذه المواقع واللي بتنشر أخبار عن الأوراق المطلوبة والتقديم في من خلال هذا اللايف. هنوضح لحضراتكم إيه هو الرد. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى اللي اتنشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم في تفاصيل الإعلان عن الأوراق المطلوبة، ودي لمسابقة 30,000 معلم اللي الرئيس السيسي والحكومة أعلنت عنها وهتكون السنة دي 2022. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أنه تم التواصل وسؤال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المنشور اللي نزل في بعض المواقع وفي أوراق مطلوبة وكمان تفاصيل التقديم. أشار المركز أن وزارة التربية والتعليم نفت الأخبار ونفت كمان صحة المنشور، وأكدت الوزارة أنه لم يصدر أي منشور رسمي منها للإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة 30,000 معلم اللي هي خاصة بعام 2020. وأكدت الوزارة وشددت على أنها لم تعلن حتى الآن عن أي تفاصيل متعلقة بالمسابقة واللي هيتم من خلالها تعيين 150,000 معلم على مدار ال5 سنوات المتتالية اللي جايين. وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها ما زالت بتجهز للمسابقة من خلال تحديد المواصفات الفنية والتربوية المطلوبة في المتقدمين، ونشدت المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المزيفة والغير حقيقية اللي بتنشرها المواقع، وطلبت منهم أنهم ياخدوا المعلومات من مصادرها الرسمية بس. كمان نشدت وزارة التربية والتعليم جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المسؤولة والرسمية للتأكد قبل ما تنشر معلومات غير حقيقية، وإن المعلومات دي بتؤدي إلى إثارة البلبلة والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور، وكمان بيأثر سلبا على أوضاع المنظومة التعليمية في مصر. الوزارة كمان قالت إنه في حالة وجود أي استفسارات بيرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة. ولو في حد حب يبلغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة ممكن يتواصل على الأرقام الخاصة بالواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، واللي طبعا لو كلنا سرشنا عليها هتكون واضحة لحضراتكم. مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قالت أنه تم الانتهاء من تحديد التخصصات المطلوبة في مسابقة 30,000 معلم وكمان خريطة العجز على مستوى المدارس والمواد الدراسية، وأنه تم إرسال هذه التخصصات إلى جهاز التنظيم والإدارة استعدادا للإعلان عن فتح باب التقديم خلال الفترة المقبلة. وكمان ضافت المصادر ان التعيينات هتكون الأولوية فيها لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، لأن العجز كبير جدا فيها بعكس المرحلتين الإعدادية والثانوية. وكمان أوضحت ان العمل والتعيين هيكون حسب محل إقامة المتقدم.